لم يفرض الله تعالى الجهاد على النساء لانه ينافي انوثتهن وضعفهن ولكن عرف التاريخ بعض النساء تحلين بالقوه والجلد وشاركن في الجهاد في سبيل الله منهن ام حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الانصاريه خاله انس بن مالك رضي الله عنهما كان بيتها اهل خير وصلاح فاختها ام سليم التي كان مهرها اعظم مهر في التاريخ وهو اسلام زوجها وابن اختها هو انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واخوها حرام بن ملحان استشهد يوم بئر معونه ولذا كان يكرمها النبي صلى الله عليه وسلم واهل بيتها ويواسيهم بالزياره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتهم بعض النوافل فالبيت يمتلئ بركه ونورا بالصلاه وبذكر الله تعالى ففي الحديث اذا قضى احدكم الصلاه في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا روت أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين، والمائد في البحر هو الذي يدار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج، فتمنت أم حرام الشهادة في سبيل الله، وفي البحر على وجه التحديد. حتى تنال ثواب الشهاده في سبيل الله وعلم الله منها صدق النيه فاعطاها ما ارادت ففي احدى زيارات النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الاسره الصالحه نام ثم استيقظ وهو يضحك فسالته ام حرام ما يضحكك يا رسول الله فقال ناس من امتي عرضوا علي غزاه في سبيل الله يركبون ثبج أي ظهر أو وسط هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة قالت أم حرام وهي تطمع أن تشارك في الغزو في سبيل الله يا رسول الله أدع الله أن يجعلني منهم فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت أم حرام مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه في غزوه قبرص في العام الثامن والعشرين للهجره وهي اول غزوه للمسلمين في البحر وكانت تحت اماره معاويه بن ابي سفيان في خلافه عثمان رضي الله عنهم فلما انصرفوا من غزوهم قافلين قربت اليها دابه لتركبها فصرعتها فماتت فهنيئا لها الشهاده في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من صرع عن دابته في سبيل الله فمات فهو شهيد لقد تعلمنا من حياه ام حرام رضي الله عنها اهميه مصاحبه الصالحين وثواب النيه الصادقه وتمني الخير وان البيوت تعمر بالصلاه وبذكر الله تعالى